ان الخطأ هو في التركيبة الأساسية للنظام الاقتصادي، ولن تكون الحلول الجزئية وتطبيق النتائج حلا يذهب بالمشاكل. إذا أردنا الوصول إلى مثلنا فيجب اقتلاع المشاكل من جذورها لا بتصفصة بعض الطلاب، وعلينا أن نحاكم الأسس والافتراضات كلها التي تسير نظامنا وكشفها كما هي على حقيقتها. هذا كلام أحد مبدئيهم وهو من أهل الاقتصاد. أما الإسلام أيها الأخوة والأخوات فقد حدد المشكلة الاقتصادية بأنها فقر الأفراد وليست فقر الدول، وعمد إلى حلها حلا صحيحا، ففرق الإسلام بين النظام الاقتصادي وبين عامل الاقتصاد، واعتبر أن حل المشكلة الاقتصادية ليس بزيادة الإنتاج بل علاج المشكلة الاقتصادية الذي هو فقر الأفراد يكمن في النظام الاقتصادي، أي في القوانين التي تعالج توزيع الثروة على الناس. لذلك لم يهدف الإسلام في حل مشاكل الاقتصاد أو المشكلة الاقتصادية التي هي فقر الأفراد بزيادة الناتج القومي، فماذا يفيد زيادة الناتج القومي والزيادة في الإنتاج؟ أي علاج فقر الدول ويبقى الأفراد عاجزون جائعون. ماذا يفيد بتكريس الثروة بين الأغنياء وترك الفقراء يزدادون فقرا؟ هذا ما يقوم به النظام الرأسمالي الاقتصادي حين يحاول أن يعالج المشكلة الاقتصادية بزيادة الإنتاج ويطرد التوزيع في أي فئة قليلة، فيزداد الغني غنى ويهبط الفقير إلى أسفل سافلين لا يستطيع أن يقاوم الفقر. أما الربا الذي يدمر الاقتصاد فقد حرمه الإسلام تحريما صارما، وتوعد من يأكله بحرب من الله ورسوله. أما الملكيات التي لم يفهم واقعها الغرب لنظامه الليبرالي الرأسمالي فهما صحيحا، فرق الإسلام بينها حسب حالة المال الذي يتملك. فنجد في الإسلام الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة، وهذا التفريق نجده قد صان المجتمع من أن يتعدى أحد على حقوق الجماعة، وقد أعطى الدولة القدرة على أن ترعى شؤونها دون الحاجة إلى فرض ضرائب على الرعية. أما النقد الذي جعله الغرب ورقا لا يملك من قيمته سوى قيمة الورق الذي طبع عليه، نجد الإسلام قد أوجب أن يكون النقد في الدولة الإسلامية ذهبا وفضة. وحين نقول ذهبا وفضة لا نعني أن ضرورة أن يتداول الناس بالذهب والفضة أي عملة مسبوكة، ولكن أن يكون النقد المتداول في الدولة مغطى بالذهب والفضة، لأن النقد الذي يتداول اليوم في العالم ليس له أي تغطية، بمعنى أن ليس له أي قيمة حقيقية سوى القيمة التي طبع عليها بقيمة الورق. وبذلك بهذا الإجراء الذي جعل النقد في الدولة الإسلامية ذهبا وفضة جعله ذو قيمة حقيقية فعلية وليس مالا مخلوقا كما فعل الرأسماليون بغلوة أهل الاقتصاد، وكما نرى الآن في الاقتصاد الرأسمالي الذي يشبه بيت العنكبوت. وليس غريبا تلك النداءات التي صدرت في الغرب مؤخرا لضرورة تبني النظام الاقتصادي في الإسلام لحل مشاكله. أما نظامهم الاجتماعي فيظهر بجلاء تأثير عقيدة فصل الدين عن الدولة على نظرة المجتمع الغربي للعلاقة بين الرجل والمرأة، وبأنها نظرة قائمة على أساس الذكورة والأنوثة ومسلطة على اللذة والتمتع. لذلك نجد المجتمع هناك ينحى منحا غريبا أبعده عن الغاية التي وجد من أجلها، التنوع بين الذكر والأنثى. ونجد المجتمعات الغربية يغلب عليها شقاء ما بعده شقاء، وها هي مجتمعاتهم قد انقرضت أو شارفت على الانقراض بسبب نظرتهم الخاطئة إلى العلاقة بين الرجل والمرأة. ومن شقائهم أنهم لم يجدوا سعادتهم فيما ظنوه أنها سعادة حقيقية، فهبطوا إلى مستوى تأبى البهائم أن تهبط إليه، حيث أصبح في الغرب الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، فانحرفوا بالنفس البشرية إلى طريق بعيد كل البعد عن فطرتها التي فطرها الله تعالى عليها. وهذا مظهر طبيعي من مظاهر النهضة الخاطئة أيها الأخوة والأخوات. وبالرغم من رفاهيات العيش التي يتمتعون بها إلى أن أمراضهم النفسية تتفاقم بشكل مضطرب، حتى أن 165 مليون من سكان الاتحاد الأوروبي
يعانون من الأمراض النفسية حسب أرقامهم الرسمية. وما خفي كان أعظم. أما الإسلام الذي هو وحي من رب العالمين فقد محى من النفوس تسلط فكرة الاجتماع الجنسي وأبقى على صلاة التعاون بين الرجل والمرأة، وبذلك جعل الاجتماع بينهما فيه مصلحة الجماعة، فيه مصلحة الجماعة لأنه يسيطر عليها تقوى الله، لا حب التمتع والشهوات. ولم ينكر الإسلام على الإنسان حقه في التمتع، بل جعله التمتع مشروعا محققا بقاء نوع بعلاقة شرعية تحقق المثل العليا عند المسلم، وهي رضا رب العالمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما ما يتعلق بتوحيد الشعوب وصهرها تحت عقيدة واحدة، فنجد أن العقيدة الغربية الرأسمالية التي فصلت الدين عن الحياة وجعلت مقياسها المصلحة قد فشلت فشلا ذريعا في توحيد شعوبها تحت راية واحدة. وما تشاهدونه اليوم في أوروبا أو بالتحديد في الاتحاد الأوروبي وبداية تساقطه وانفراط عقده وتساقط دوله دولة تلو الأخرى، وقد بدأت باليونان وستتبعها إيطاليا ثم تأتي بعدها إسبانيا وهلما جرى، هذا كله أكبر دليل على أن ما ادعوه من وحدة توحد شعوبهم ما هي إلا سراب خادع. وللأسف نجد من بيننا من بين أبناء المسلمين من يدعو إلى الاقتداء بالغرب في طريقة وحدته ويترك الطريقة الشرعية التي نزل بها رب أنزلها رب العالمين وحيا من السماء حتى نتوحد تحتها. نجد هذه الفكرة فكرة الاتحاد الأوروبي التي قامت على أساس المصلحة لم تستطع أن تصهر الشعوب والأعراق والألوان، فظل الألماني ألماني والفرنسي فرنسي، ولم يستطيعوا أن يرفعوا تلك الحواجز التي وجدت بينهم، ولم يستطيعوا إلى يومنا هذا نسيان الحروب التي أوردت بما يزيد عن 60 أو 70 مليون من البشر ضحايا في حروب نشأت بينهم، فإنهم بوحدتهم التي فعلوها لم يستطيعوا أن يتجاوزوا كل هذه الأمور. ولذلك نجد أن المصلحة التي هي مقياس عملهم تهددهم حتى في وحدتهم. لذلك نجد أن سقوطهم وفشلهم مبرمجا في فكرهم الذي اتخذ المصلحة مقياسا لعملهم. في حين يبقى الإسلام ونقولها بفخر هو الوحيد الذي صهر الناس من جميع الأعراق والقوميات لعقيدته التي يقبل عليها كل إنسان يفهمها بعقله البشري مسلما ومضطردا لها. أما ما يتعلق بالتعامل مع الآخر فإن الحضارة الغربية لم تستطع إلى الآن استيعاب من يعيش في كنفها من غير مواطنتها، لأن أفكارها أفكار خاصة لا تصلح إلا لمن اعتنقها، أما من لم يعتنقها فلا يستطيع أن يعيش في كنفها. والأمثلة التي ترونها اليوم في الغرب كافية للتدليل على ذلك. لذلك لم تستطع أن تخرج إلى العالمية لتكسب العقول والقلوب، فبقيت الرأسمالية والليبرالية ومن بطق عنها من أنظمة حبيسة في بلادها التي عانت في العصور الوسطى المظلمة من تسلط الكنيسة ورجال الدين، ولم تستطع أن تشق طريقها إلى عقول الأمة المسلمة بعد أن غزتها بغزواتها الاستعمارية. ولم يستطع الغرب في أي بلد من بلاد المسلمين أن يثني المسلمين أن يتركوا عقيدتهم، فبقوا إلى يومنا هذا ولله الحمد متمسكين بعقيدتهم برغم ما فعل بهم من حروب وتقتيل وحشي. هذا هو كل ما فعله الغرب في محاولته لإخضاع هذه الشعوب إلى عقيدته فقط بالاستعمار وقوة السلاح، ولكن ما لم يفلح في ذلك، ولم يستطع أن يخضع أي شعب مسلم لأفكاره. بل بعد مئات السنين من الصراعات الدموية يخرج الغرب الآن من بلادنا يجر أديال الهزيمة والخيبة، ويكفي الغرب خزيا وعارا أن قوانينه التي تقدس الحرية قد ضاقت ضرعا بحجاب المرأة المسلمة. أما إسلامنا العظيم فهو الوحيد الذي صهر الشعوب من مختلف القوميات والأعراق والألوان، هو الذي جمع بلال الحبشي مع سلمان الفارسي مع عمر القرشي، وهو الذي انتشر بصورة فائقة وأقبلت عليه الناس لتدخل فيه أفواجا
وما زالت الشعوب المسلمة تشعر إلى يومنا هذا بأنها وحدة واحدة، ولم يفصل بينها إلا الحدود السياسية التي وضعها الغرب بأيدي عملائه من الحكام. وقد سطعت حضارة الإسلام على أوروبا لمدة 8 قرون عاش في ظلها المسلم والنصراني واليهودي، وما سجل التاريخ أن الدولة الإسلامية عانت من مشكلة الأقليات، لأن عالمية الإسلام قد أتت من حقيقة أنه وحي من الله، ففتح العقول واطمأنت إليه القلوب، لأنه تشريع من رب العالمين، فقد اشتمل على كل التشريعات المتعلقة برعاية الدولة من غير المسلمين، فتمتع في ظله غير المسلمين بالعدل والمساواة في رعاية شؤونه. هذه أيها الإخوة والأخوات، في عجالة سريعة، محاولة لمقارنة بين الأنظمة التي انبثقت عن مبدأ الخطأ وأنظمة الحياة التي انبثقت عن مبدأ صحيح. محاولة للمقارنة ووضع اليد على الفرق بين الظلمات والنور، على الفرق بين النهضة التي يأتي البشر فيها من عقله والنهضة التي تأتي من خالق الإنسان الذي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة والأخوات، إن المشاكل التي أغلقت فيها الأمة في 100 عام الأخيرة لا تعدو عن كونها مشاكل مصطنعة، أراد أعداؤنا أن ننشغل بها عن هدفنا الحقيقي، أي عن التغيير الذي يعيدنا من جديد خير أمة أخرجت للناس. لذلك لا يجوز أن تكون رؤيتنا للنهضة بمثابة ردة فعل على هذا الواقع السيء، فلا يجوز أن ننشغل بالفقر والأمراض وغير ذلك من الأعراض التي هي نتيجة لسبب رئيسي وهو تخلفنا الذي يكمن في أننا فصلنا سلوكنا عن وجهة نظرنا في الحياة، ولا يمكن لنا أن نعود من جديد أمة ناهضة إلا أن نعيد الربط من جديد بين سلوكنا وبين العقيدة التي نؤمن بها، إلا أن نعيد من جديد أن يكون سلوكنا الاقتصادي والاجتماعي وفي نظام الحكم وفي علاقاتنا الخارجية وفي معاهداتنا وفي كل شيء وفي سياسة التعليم وفي كل أنظمة الحياة يجب أن نربطها بما نؤمن به من عقيدة عن الكون والإنسان والحياة. دون هذا الربط ستبقى الأمة متخلفة، وحتى لو امتلكت كل أساليب التكنولوجيا والتقنية الحديثة. لذلك نقول، من يتصور أنه قادر على إنهاض الأمة بحل مشاكلها الثانوية فهو خاطئ، لأنه بذلك يعمل على معالجة الأعراض وترك الداء. فكيف يتصور أحد أنه قادر على إنهاض الأمة مع بقائها جزءا من النظام العالمي الذي هو سبب الداء وأس البلاء؟ إن أبقاء الأمة رهينة لهذا النظام العالمي الجائر ما هو إلا انتحار سياسي يكرس انحطاط الأمة ولا يمهدها. لذلك فإن أي محاولة لإنهاض الأمة في ظل هذا النظام الدولي فاشلة لا محالة. إننا ونحن نعيش اليوم في عالم التكتلات السياسية، لا يوجد أي مستقبل لدولة قطرية، لأنها ستصبح فريسة سهلة للدولة الكبرى. لهذا نحن بحاجة إلى مشروع للنهضة يولد عملاقا من أول يوم، والطريق الوحيد لذلك هو الإسلام، والنهضة على أساسه، لأن الإسلام هو عقيدة الأمة ووجهة نظرية في الحياة. لذلك علينا إعادة الربط بين سلوك الأمة وعقيدتها، حتى يكون الإسلام هو المتحكم في حياة الفرد والمجتمع والدولة بوصفه مبدأ واعتباره سبب له. إن الطريقة الشرعية لتطبيق الإسلام هي إيجاد الدولة التي تطبقها، الدولة التي أقامها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة، والتي استمر في قيادتها الخلفاء من بعده دولة الخلافة الراشدة، التي لا يعرف الإسلام غيرها، والتي نظمت شؤون الأمة طيلة 13 قرنا من الزمن أخذت فيها الأمة الإسلامية قيادة العالم. إن حكم العمل إيجاد هذه الدولة ليس فقط طريقة شرعية بل حتمية عقلية، لا يوجد أمام الأمة طريق غيرها. ودولة الخلافة التي أمرنا الشرع بإقامتها ليست دولة قطرية تتحصر في حدود سايكس بيكو التي أقامها الكاتب المستعمر، وليست جزءا من النظام العالمي